حذروا ايش حذروا باخد نفس هدخل 100,000 هدخل 100,000 اليوتيوب حرفيا بيجي كم بيجي 1000 ونقطة شيء زي كده دوب انا شفتها كانت 98,000 اللي هدخل 100,000 خلاص ترى مرة متحمسة يا جماعة تعبت والله تعبت احس جاني ارق من كثر ما انا جالسة اتسناها تصير 100 احس اني ماني قادرة انا ابغى اشوف 100 بعيوني يا اخي تتوقع لو نمت وصحيت بلاقيها 100 تصدقوا قد ايش انا مره مبسوطه ومن زمان نفسي اصور لكم حلقه ال 100,000 بس كذا مره انشغلت وسافرت وصارت اشياء مره كثير وجا العيد جاز العيد وكل حاجه بس يا جماعه جا الوقت اللي انا اصور لكم فيه فيديو اقول لكم شكرا نفر كلكم ال 100 وما ادري كم دحين صرتوا حربين شكرا نفر كذا شكر اذا طاير في الهواء شكر لكل العالم شكرا لكل اهلي شكرا لماما كذا شكر لماما بعدين شكرا لاهلي الباقين شكرا اخواتي بنت شكرا لصحباتي كل الناس اللي اشتركوا معايا في الفيديوهات شكرا لكل الناس اللي خلوني اصور عندهم فيديوهات شكرا للاماكن اللي سمحت لي ان انا اسوي فيها هبالات كثير وانزلها فيديوهاتي شكرا مين شكرا ايش شكرا انا 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 شكرا انا شكرا على الايام اللي ما نمت فيها عشان امنتج شكرا على الايام اللي قعدت عيني طاحت فيها وانا اكتب افكار واسوي شكرا على كل الترتيبات اللي سويتها شكرا على كل الحب اللي كذا قاعد اعطيكم هو شكرا كلنا انا وانتو حلقة اليوم يا جماعة حلقة انا من زمان مستنيتها حلقة ما تبغى تيجي يا جماعة حلقة ما تبغى تصير حاولت المشكلة انتو طلبتوا اكتر من مرة يبيكوا تحكمي في منال يبيكوا نبقى 24 ساعة تحكمي في منال نبقى يوم كامل منال ما تقول لك لا المشكلة ايه ما انا قادرة اسويها احنا قاعدين ناخد هذا الشيء على اساس انه حكم اوكي فانا لازم اسوي تحدي اوكي انا ولازم افوز فيه علم النولة عشان ايش اقدر احكم عليها انه انا اتحكم فيها لمدة يوم كامل ايش اللي قاعد يصير بيكون قاعد تفوز كذا انا قاعد اكون فيها لعنة ماني قاعد افوز ايش ما سويت دائما هي قاعد تفوز علي فايش اللي حيصير حروح عند منال وحقول لها انه انا فزت في ايش يا حبيبي مور سبسكرايبرز 100,000 يا بابا عندي 100,000 سبسكرايبر عندي يوم كامل يحق لي فيه انه انا احكم عليها كذا في الشيء اللي ابغاه لمده 24 ساعه صح ولا لا فهذا اللي يصير في حلقه اليوم ححقق لكم امانيكم اني اتحكم في منال وححقق امانيه ان انا اتحكم فيها كذا حقعد افكر ايش ابغاها تسوي لي اليوم انا اليوم كذا بدلع انا عندي 100,000 سبسكرايبر لازم ادلع كذا بشوف ايش بتسوي لي ايش بتعمل لي طبعا يا جماعه اكيد الحين ما احتاج اوصيكم ها انتم 100,000 وصوا بعض يا حبيبي سبسكرايب ولايك وشير من دحين روح كذا انا بستناكم يلا حطوا هذا الجرس الكتكوت الصغير عشان اذكركم وانبهكم اني نزلت حلقه انا بنزل كذا كم حلقه ورا بعض كثيرين يا جماعه شير مره قاعده اتعب في الفيديوهات ساعدوني انه ناس اكثر يشوفوها خذوا الفيديوهات وانشروها للناس خلينا نوصل مليون سبسكرايبر واحكم على منال وانا وصلت مليون سبسكرايبر لا تقول المنال اني كذا قلت خلينا نوصل مليون عشان احكم على منال وبس والله من غير ما اطول عليكم يلا ندخل في الفيديو ومره احبكم والله ماني قادره يا جماعه ماني قادره اني اعبر اللي في قلبي مره احبكم مره شكرا خلاص حقفل الكاميرا هذا اخر كلام حقوله في المقدمه روح اتفرجوا الفيديو مشاهده ممتعه وبس ما ابغى اقفل يا جماعه 100,000 هاي جايز كيف حالكم صباح الخير طبعا لبست اكتر هودي افضلها عندي عشان ايش احط نفسي كده في المود حق الشر كده it's all about me now يعني ما تصدقوا قد ايش انا بموت من الحماس احس انه اخيرا جا اليوم اللي انتصر فيه دحين حنطلع وحنشوف منال صاحية ولا لا هي 100% صاحية بس يعني كده قالك اسوي لكم تشويق منال انا مو قلت لك ان احنا حنصور اليوم ليش انت سريرك نايمه مرام نومي خربان اي دونت كير اذا نومك خربان قومي عندنا تصوير قومي معليش يلا قومي طب اسمعي تعرفي ايش حنصور واضح وجهك غير مهتم بتاتا البتة
دحين هذا الفيديو حسويه بمناسبة اني دخلت مليون قل لك 100,000 اوكي عشان كنت رهيبة. حسوي اكتر فيديو مطلوب في العالم. تعرفي شو يوم كامل ما تقولي لي لا. انا دحين اقول لك لا. لا مو كيفك تقولي لي لا. اسمعيني، هو كان اتفاق اللي يفوز على الثاني مو اللي يجيب 100,000. طب خلاص انا جبت 100,000، انا قررت ان اسوي هذا الفيديو. طيب سويها على نفسك. شوفي قد ما حسوي تحديات واضح اني ما حفوز عليكي. الشيء الوحيد اللي فزت عليكي فيه اني دخلت 100,000 قبلي. يلا اول شيء حسويه مره شيء خفيف ظريف. تبي تاكلي قهوه؟ منال هذا الفيديو مو انا اسوي لك، انت ايش تبي؟ اكل وقهوه قال لك عشان نضمن ما ينضحك علينا. تعهد التعهد انا الموقع ابناه بالتزامي بالخضوع لأي أمر أو طلب يطلب مني خلال فترة تصوير حلقة دون تذمر مني تردد أو رفض. نحط اسمها الآنسة منولة القنولة، وعدم التفكير في اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص. والله ولي التوفيق يا حبيبتي. منولة ممكن تصحصحي بسرعة، امسك يا باك توقعي. عدم اللجوء الى القضاء. والله لا اشتكي ماما. والله امسكي ماما مو قضاء، اشتكيها زي ما تبغي. اكتبي هنا منولة قنولة وقعي. ليش غبطتي بالورقة؟ القلم ما كان يكتب. منال هذه ورقة رسمية. عادي هنا حط الختم ما يبان. يلا قومي من هنا. ايش من هنا؟ بنطلع شمس. لا افتح الباب يا مرام. قراني يا مرام. الله على الشمس. اول شيء حتسويه حيكون انك حتنطي في المسبح بملابسك الكامله. عمرك كم؟ واحد. يلا انت مو نعسانه حتصحصحي. ما ابغى اوسخ ملابسي، هذا بنطلون جديد. عادي. طيب ايش يعني بنطلون جديد؟ ايش مسبحنا ما فيه له كلور كثير. يلا في حمامات. ايوه والله انا وقته هخش اتروش ترى. عادي ما حنكمل تصوير. عادي الا حنكمل تصوير. دوبك وقعتي ورقه. هخش اتروش بعدين نكمل. طيب عادي شو مشكله يعني. لا مو بكره تروشي. كم ساعه انت؟ 24 ساعه. يلا دقيقه افكر اسامحك تغير بنطلونك ولا لا؟ لا ما تفكر. لا لا انت لازم تقولي لي افكر عشان انا لازم افكر، انك لو عبطيني اني ما افكر ما حفكر وحقول لك تنطي بنطلونك. فهمتي؟ مين الكبير الحين انا ولا انت؟ انا اكزاكتلي. طيب هذه حركات البزورة. خلاص قومي غيري بنطلونك سامحتك، بس عشان البنطلون جديد وحرام متوسخ. وطرحة وهودي. اصبري اصبري علي لما اوصل انا 100,000. طيب وشوف ايش حيصير. ترى ما كان في الاتفاق انه البلبل احد. ما مكتوب في الورقة البلبلة. مكتوب اي امر اصلا. ما كان المفروض انك تسوي الحلقة انك ما فزتي في شيء يا فاشل. هيا خذ شوفي، انا لو نطيت ما حنطشان عشان الناس المسكينة اللي قاعدة تضغط سبسكرايب على الفيديوهات. يلا على 1000 سبسكرايبرز. واحد اثنين ثلاثة. انت مبسوطة؟ ايوه طبعا مبسوطة. تحسي بي حتأثر عليا. حاطة فطورك حتاكلي في الموية. مرام انا جيعان. كنت امزح مع سياق الكلام. هذا اكلك لليوم. ايش ذا؟ عيش؟ سندويش جبنة. انا سمكة؟ مع الثيم سمكة وعيش. روحي كلي في وسط المسبح. مرام لو تبلبل حبكي. روحي كلي في وسط المسبح. والله ويلك من بابا لو دخلت الجنة في المسبح ده يا مرام. وسط المسبح وسط المويه. ترى مو قصيرة كلي. اوه. حيوان يا كلب. ما في اتفاق هذا. تعرف انك حتقضي باقي اليوم كله في المسبح؟ انت غبي ولا؟ امزح. مرام في شيء في المويه. مرام. مرام في شيء في المويه. في شيء في المويه منال والله. لا 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 ماما بدها تطلعي. خليكي معاها. ما بموت. لا ايش هذا؟ جيعانه. اكل ماكو. لا تطشطشيني. لا تطشطشيني. لا حبيبتي علمية. الف مبروك.
دحين تروشتي؟ ايوه. تنظفتي؟ ايوه. كيف كيف ما بتسبح بنت؟ ما حد سألك، ما حد سألك. او ماي جاد. عشان دحين اهتميتي بنفسك حان الوقت انك تهتمي فيا. ابغاكي تحولي لي هذه الغرفة الى صالون وتسوي لي في اظافري مانيكير وبديكير وحركات. لا هذا المانيكير طفشتني، ما عجبني هذا اللون. شوفي انا ما حقول لك لا، بس انت اللي حتندمي. حاحط لك يدك موية حارة عشان تصير زي الزبيب. ما ادري هذا ايش، وريحة الزبدية شوية بصل، بس يلا دخل يدك. حارة مرة. ليش هذا موية حارة اصلا؟ عشان الموية الدافية هي اللي تلين اللحم. منال هذه تلين لحم الطبيخ. السلام عليكم، مرحبا فيكم سيبي، مرحبا فيكم في صالون منولة القنولة. هذا الصالون يفتح مرة في السنة، فإذا لحقتوه لحقتوه، ما لحقتوه راحت عليكم. ايش حنسوي اليوم استاذة منولة؟ بمسح لك المناكير التافة اللي حطيتها. مين يحط لون بينك في يده؟ كم عمرك؟ ثاني ابتدائي؟ بموت. ايش دخل؟ عندنا هنا مزيل مناكير، هذا بس حصري عندي، ما حتلاقوه في محل كذا. سبحان الله يجيكم. عبارة عن سبحان الله رقائق مشبعة بالمزيل. هات ايدك، هات ايدك. ايدي حتتقطع. ايدك حتتقطع. ايدي ايدك. ايش مناكيرك اصلية ولا يا ولد؟ ما ينفعش تلاقي المناكير هذه. المناكير ما تخرج. ايوه. لا كذا انا اجيب واحد ثاني واساعدك. 2000 years later. طبعا احنا في غرفة ماجدة لانها ما هي موجودة. يا رب ما تشوف الفيديو. فقاعدين نلعب اشياءها فما نعرف هذه كلها مدتها متى المفروض تخلص. حتى ما عنده تاريخ نهائية. ايش لك وش المناكير انت؟ تحبها؟ هي ما تحبك. ليه ما تحبك؟ لا والله الا انا غلطانة. اني تولدت في ذا البيت. يا جماعة انتوا تسووا زي كذا في غرفة امكم ولا اختكم الكبيرة اذا دخلتوها؟ تقدروا تلعبوا في الاشياء ولازم تحطوا منها. ما عنده راس. شفتي؟ برا؟ تقدر تحط من ذا الخيار في عينك او تاكليه مع اللبنة. كنت بحط زعتر بس شكله ما في زعتر في بيتنا. وهذه موية زي حقة السبا اللي يحطون لك فيها خيار، ما ادري ايش السبب بس. مروه ايش هذا؟ ايش سويتي انتي؟ رحت بس 10 دقائق انا. من ابغى امسحه. يا ايش هذه اللكلكه؟ انا حطيت كل شيء. المفروض يكون في منشفه. منيره هدومك، ترى المفروض دهيني بكريم دهين. لا مو كريم. بقول لك انا صين ورانا. مروه شايفه كيف بتطرطش؟ يدغدغ. لا تسوي لي كذا مدام. منال شوفي حينقط مرام يا وعوه. بس 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 نزوق على بعض كذا في الصالون. بس 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 هذا ضيف لي فرح انكسر. طب نبرد برضه امي، انا مو لازم يقعد مقربه عشان بسيط. انت تقعدي مقربه. اوه ترى اللي يقعد يعيد نفس الحشه معناته ما يعرف يحش. واللي يقعد زائد واللي يقعد زائد واللي يقعد زائد واللي يقعد زائد. ترى هو مو قاعد ينشف، انا حقي مليون طبقه حطيت كل الالوان فوق بعض كانه شفتي علبه الشطه. الله يقرفك. طب واللبنه مين ياكلها؟ عيونك شابه. مرات انت قلت اشياء حلوه وسرقتها. لا تشاركيني كنبه دلون. يعني من بينك لبينك مو نفس البينك بالله، نفس اللون. الله الله اني رهيبه يعني سبحان الله. يعني ما في تشالنج يوقف في طريقي. كيف تنشف المناكير؟ خلاص لبستي؟ تفتكري الحلقة اللي حكمتي فيها تفتكريها؟ لا. افتكري الحلقة. تفتكري الحلقة؟ يدك مرة تانية مديها اشوف. تفتكري ايش الاشياء اللي خليتيني اسويها؟ لا. مشيتيني حفيانة في الشمس. اوكي. دحين ايش حنسوي؟ حتلبسي وحنروح البقالة. ايش حتلبسي؟ ايش حتلبسي؟ حتلبسي كل البلوفرات اللي عندك في الدولاب تخرجي في الشمس. لو مت بسرعة قومي، انا حختار ايش تلبسي. تعالي استني انا اشوف احساسهم. هذا خفيف. اوف ابغى هذا. هذا من فوق ولا من جوا؟ البسيه من جوا. العبايه اخر دور. لابسه اوريدي انا جاكيت.
الله مودة، ايش تبغي من البقالة؟ نفسك في ايش يا بعد قلبي؟ لوزتي الحلوة اللي ما لبستها ولا مرة. يلا يلا بس الحين تصير ريحتها شمس. هذا ثلاثة، هذا أربعة. يا الله مرة ما اقدر ارفع يدي، مجنونة انتي ولا؟ وراح حنكتم حنكتم. لا ما حتنكتم. يلا البسي. انت دكتورة؟ ما اقدر ادخل يدي ما امزع. لا تبكي طيب. خذي نفس. ظهري طق. اوف شكلك. اوه لا ما ينفع ما ينفع ابدا. طيب بس جيبي عبايه، ما يبغى اطقطق. يلا جبنا عبايه الخيمه. جبتي فلوسك؟ حتشتري لي بفلوسك؟ لا تطالع في هذه النظره. وبس يا جماعه منى تجاهد نفسها عشان تجمع نفس عشان تمشي في الشارع. اسكتي يدي حتنقطع كذا معقده. ضاغط. هذا انا ومنوله رايحين البقاله نشتري اشياء. هذا انا ومنولات. طبعا زي ما انتم شايفين الشمس كيف صاقعه، درجه الحراره كم؟ يمكن 40 والله اعلم. كيف الجو معاكي؟ ما انا اسكتي اسكتي، صوتك قاعد يجيب لي الحر. صوتي يجيب الحر؟ وال20 بلوفر اللي انت لابستهم؟ رجاء البلوز اللي جوا كذا. وي 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 كيف البلوزه؟ على اللغلوغ. هذه بقالة لازم تكون سبونسر لحلقاتنا، كل حلقة نجيها. اوه لو سمحت اقدر اشتري قهوة؟ تبي شاهي ولا قهوة؟ ابى توقف. لا ما في توقف. ليش هذا دحين دبة؟ ايوه هي صارت دبة مسكينة. ايه حترجعي هرولة. امشي على جنب يا بنتي، ليه ماشي في نص الشارع بتموتي؟ تخلص الحلقة بسرعة. وتشربي شفطتين بعدين تهرولي. طيب يلا 1 2 3 4 1 2 3 4. خلاص وقفي خلاص يا حيوانة بتهرب من هل ما اقدر اجري وفي يدي قهوة. هربت. يا الله ابغاك دحين تسوي مقلب في متابعينك. ابغاك تاخذ الجوال وتصور سنابه وتسوي نفسك اي شيء اي شيء، تسوي نفسك تبكي، تسوي نفسك منهارة من اي شيء، مثلا تقولي لهم خلاص انا طفشت، انا دائما استنى انكم انتوا تفهموا انتوا ما تفهموا، انا هحذف قناتي في اليوتيوب علشان ما في سبورت او الدعم الكافي. منال منال مره ما انت معايا. منال اطلع من السرير. شو كنت مصحصحه؟ والله وبعدين تنزليه وما تقولي لهم ان هو مقلب لين هم يشوفوا الحلقه. ايش يضمنني ان انت سريعه في المنتجه؟ لا لا اسبوعين هذه حاجه حتنزل الخميس الجاي. ايه والله. فين جوالش؟ هاي جايز، بقول لكم خبر يعني شوي كثير يحزن، ممكن البعض ينبسط ممكن البعض يحزن ما اعرف. وبس والله انا قررت اقفل قناتي وما عاد بنزل فيديوهات، حتى سناب شات وانستغرام ممكن برجعه برايفت، يصير بس صحباتي عشان يعني اركز في الدراسه واصير بنت شاطره. بس بقي لي سنه وترم لازم اركز واصير الاولى، فيعني خلاص ما ينفع اي نوع من انواع الديستراكشنز، فخلاص انا طالب مجتهد. حتقومي دحين من فوق سريري، حتلبسي عبايتك وحتلبسي شبشبك وحتشيلي شنطتك. لا 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 ما حسوي شيء ما حسوي شيء. تفتكري بحلقتك لما خليتيني اروح السوق وسوينا شوبينج؟ حلقتي بس نبي نروح السوبر ماركت. بس سوبر ماركت منى، سوبر ماركت ما بطلع من البيت. ما بنام. انا اسف ما كان المفروض. فعلا ما كان المفروض تسوي اللي سويتي. رايحين احنا دحين يا منال السوبر ماركت. رايحين السوبر ماركت ايش نسوي؟ مدري. رايحين نشتري مقاضي. كان المفروض ان انا اعطيك لستة مكتوب فيها الاشياء اللي انا ابغاها وانت تخشي وتشتري لي الاشياء اللي انا ابغاها. ايوه بفلوسك. انا طالب فقير. I don't care انت ايش ما كتبت لستة، سوي حمشي وراكي وامرك. شوفي انت عادي عبي السلة بس وقت الحساب افتح الباب. الحساب يوم الحساب ان شاء الله. افتح الباب. انا هربت وما نعرف انا. قاعدين ندور لها. دخلت قبل فيك السوبر ماركت ما ابغاها تلاقيني. ايش اللي تشتري اللي تبغاه وتفعلها؟ شفتها والله شفتها. منعن لقتني. او ماي جاد وين راحت البنت؟ بسم الله احس حد فرحه. ام ديكا منعن منعن. شايفين سرعتها؟ شايفين سرعتها هذه؟ كانها جنيه. حسبني ما حسكر. او ماي جاد دونت رن. دقيقة ما في دقيقة. حسبت انا قلت انه عندهم نظفات ما حتجي. سبيني سبيني ما في سبيني. ايش دحين ترى مو بس المفروض انك انت تشوفي طلباتي ايش تروحي تجيبيها
قلتها في العربية. ها. اللي حيصير إنه كل الطلبات اللي حتجيبيني هي ما حتجيبيها زي كذا. كده انا ما اجيب كذا اصلا. حتجيبيه وانت ماشي كذا مشي ترقد حتمشي زي كذا تصير طلبات بتمشي. هذه هبله ولا ايش؟ هذه ليش ابنها؟ ابغى كوادرت. شايفه كوادرت؟ هذا ايش اسمه؟ حبار. هذا ابو مقص. طالع بسرعه عشان ما حد يركز فيكي. ابغى لبن فراوله. طيب فين لبن الفراوله؟ بسم الله. قرد طفشان. القرد يمشي. اوريكي كيف القرد يمشي. مرا زبادي. موز. بطاطس مقلي. ابى تونه. شامبو. شامبو. نبغى زبده وجبنه وكريمه الطبخ والبقره. طيب يا جماعة دحين الحكم اللي حسويه على منال. احنا جينا هنا عندنا ملاهي الشلال. حسوي فيكي حاجة. حكتب على جبهتك كلام. لا لا لا. وحتمشيبه بالشلال وتروح برا عند الكوميدي كلاب. ابا اعرف ايش مكتوب. لا انت تحذري. انت تحذري ايش انا اكتب. طيب وات استني حاولي تقلب المقلوب. اعطيني ريال. جو ناس من متابعينا قلت ايش على جبهه منال. يلا اعطيها ريال. تبي تعطيها ريال؟ على طول فداكي. لا كيوت. عشان انا قاعده احكم عليها. قاعد احكم فيها لمده يوم كامل. هذا احلى يوم في حياتي. غلط. ممنوع تغطيه. ها ممنوع تغطيه. ايش تقولي منال؟ لا حبيبي معي 5 ريال. انت تنمر علي. هذا الانتقام. مشتني بالشمس حفيانة وكلتني ندومي حار. إن الله وإن الله يرجعون. إن الله وإن الله يرجعون. مكتوب أعطيني ريال. أعطيني أبو ريال. هي أعطتني ريال. عادي منال تأخذي قرش في أنصاص. هي تبي عاد تأخذي موية. هذا وسام ولد كوميديان عندنا. أبغاك تشوف شيء رهيب. لا حسن أنت أعطي هي ريال مو أنت أخذ منها. لا حقي. لا متى صار حقك؟ هذا دوبك اخذته منها. كم معك؟ طب لا دوبك بيع النظارة. بيع النظارة. شوف اقرا ايش مكتوب في جبهتها. في اشياء حلوة هنا. خلي تفضل تعال. انا مانغالي. ايش يعني؟ ايش يعني؟ مين يبغى ريال يقول سمعته؟ يوزع. ولد عندك ريال؟ روح خذ من بابا ريال وتعال. ايش قاعد يصير؟ ايش قاعد يصير؟ كل شيء غلط. خلاص توبه. توبه تسوي فيها زي كذا مره ثانيه. توبه تتحكمي فيها وتبهدليني. شوف الحلقه الجايه ايش حتكون. كثير احط الفيديو احلمي. حسن احسن واحد في الكوميدي كلوب يا جماعه. ابو ريال خلاص. ريال ريال ريال. وبكذا نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. اتمنى تكونوا مره انبسطتوا. لا لا انكم انبسطتوا. كل البهادل اللي بهدلتها منال انا مره مبسوطه كذا. شفا قليلي. اعملوا لايك لهذا الفيديو. وصلوا اعلى شيء في العالم عشان القرف اللي الطبقة. لايك. سووا لايكات وكومنتات واكتبوا لنا تحت في الكومنت ايش تبغوا تشوفونا كمان نسوي. مرة احبكم. شكرا على 100,000 مرة ثانية. I love you all. باي. باي 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 باي.